مامولي تعبناك اليوم. لا تعبت يا رب ميزان حسناتك. الله يحفظك وميزان حسناتك. يعني هاي انت الحمله الثالثه ويانا. الاولى ثبتي بها جدارتك. الله يحفظك. وثقه يعني المتبرعين فيك، يعني اغلب الناس اللي تبرع من خلالنا هم متابعين الحمد لله. فربي يجازيك بالخير. وهذا يا بشين واصغر متطوع ويانا اليوم. تعب تعب خطيه تعب. دي دي شوفوا الطرشي مال الفواكه دي يسوون هذا بالمشمش وهذا بالكرز واحنا نسميه عنجاص او هيكشي. وهذا طرشي مشكل وهنا الفطر المين يفطر ها يعني اكو كرز ناعم. لا هذا كرز وعنجاص اصلا لا كرز اي لقيت. وهاي المجموعه الثانيه اللي هي مال البهارات اللي انا دائما اخذ من عندهم هذني راح انزل لكم اياها على الانستغرام للي يحب يطلب من عندهم. الرقم الصفحه راح اسوي تاك بالصفحه حتى تطلبون من عندهم. الصراحه شغلاتهم كلش طيبه بشكل انا كل ما اجي البغداد لازم اخذ مجموعه وياي اخذها تركيا. عندكم هنا هذا مال الخل بدوي زيت زيتون من الحملايا وهاي الصلصه مال الشوي مال السمك. كلش يفيد للناس اللي يحبون اشياء المخلل عندهم اشياء جديده هوايه. اذا حابين هنا السمك الزين كله على مود نحط له صلصه جبناه عمد نحط له صلصه بس. عشق السمك غير عشق والله. جنن ما يجي مثيل. اي والله